دابا عاد الموقف كنمشي نخدم على وليدي. هادشي اللي كاين تبع لي الوقف عاد عاشوره في الدار البيضاء كركب من المدينه للمدينه نطلعو طبيب والو هنا كيجي الدقيق كيجي الزيت كلشي الاخر والو كيعطيو لنا الصحه كيخليونا حنايا. خطرات والو كيجي هنا داكشي ديال الدقيق ديال الزيت كيعطيني الرئيس صافي المقدم كما كيقول لك نوبه نوبه كيعطي الواحد كيفرق على الناس اللي كيعرف الصحاح المراه ما دايش ليهم القيمه ديالهم. عاد دروك 7 سنين طالب 7 سنين هزا غانا تقول ريال ما كيدخل عليك مع شي واحد الجمعيه ديال الاخرين يبدا شرات لي كروسه كدير مليون خير. انا سيدي ضربه التمر على ولدي ما خليتش عليه والو دار قال لي الباندا شريتها كاع بدا الطرقوان كاع بدا خلى السرويات على ولدي عرقتو نشفتو مرضني ولدي ما نكذبش عليك ما غاديش يشد في يدو كنجيب القشاوش ما يشدهمش الخبز ما يشدوش طالع الله والو الجمعيات ما دار معايا والو صات الخير في الجمعيه ديال الخريبكه هادو شويه معاونيني شويه مطالع سيدي ربو دوك نتبع لي في الدار البيضاء الطبيب كنينيك كندوز لي ب 6000 ريال تخرج لي الدواء 10000 ما كنخرجهاش ومطالع سيدي ربي لا كان شي خير وحسن عاونوني عاونوني والتعاون ديال الله. هنا كنعيشو هنا في دوار شلوح في الدروه وخوها الناس هادو ما اي حاجه تدرقوا على معاونه ولا كلشي نتيني حتى حاجه ما كاينه والو من الناس الناس اخويا شي خد واحد السيد خدام خدام مع فخوري بقى هي فين وواقف معايا سكين لا في دواء ولا في كروسه اي حاجه اي حاجه سكين تيعاوني عليه الله يخلف عليهم. ما هنا الجمعيات هنا هذا خو والو والو حاجه ما كاينه منهم واخا والو هما كيدو منك وحتى حاجه ما كاينه. كيفاش كيدو منك يعني؟ هما كيدو منك زعما كي باش يديروا لهم داك الشيء ديال الترويد وانت حاجه ما كاينه. البركه ديالو صالح الدقان البركه ديالو وهاد الناس اللي فيه خريب قال الله يعمر لي الدار ما هنا ما كانش كيعتقك والو كتجي الحاجه حتى لهنا وكيعقبوها ما عرفنا منهاش الله اعلم والبركه ديالو وانا ضاربه عليه تماره هادشي اللي كاين. انا كنتمنى هاد الدري بغيتو تكون بخير هادشي كنطلب بغيتو هو يتعاونوا معايا الله يخلف عليهم لكثر خيرهم اش نطلب لا وجه الدريري وحنا عايشين باش ما عطى الله باش ما عطى الله وهذا هو هذا هو كلام الحق اخو. عليكم ورحمه الله زعما الدموع اللي كنطيحو حيت عش انايا ولدي حتى هو مسكين محمد امين نفس المرض مرض الصرع عندهم شحنه كهربائيه في الدماغ بما يسمى مرض ليبيليبسي. انا ملي عرفت ولدي انني مريض وكان عنده 6 شهور وغيب ليا ومن وراها عام وشهر وغيب وزيتو وقفوا معايا الناس وديتو تبعت لي في السعوديه والحمد لله بقيت كناخذ الدواء من تمايا وكل شيء حتى ولي لي الدري بخير وعلى خير. اليوم جيت كنتفاجئ مع الطاقم ديال الجريده ديال هيبا بريس اللي عنده واحد الطفل اللي كيبلغ من العمر ديالو 7 سنين انه عنده نفس المرض اللي عند ولدي اللي هو مرض الصرع كما كنقولوا ليبيليبسي عندهم شحنه كهربائيه في الدماغ. هاد الدري مسكين دابا كيف ما شفتوا راه غتشوفوا في الفيديوهات الحاله ديالو الحاله ديال الاباء حسبي الله ونعم الوكيل. واش انسان ملي ما يلقاش دابا هاد الدري مسكين دابا شكون غادي يقوم به شكون غيقوم به والديه راه زيد ديما الله يحسن العوان اللي كان عندك المريض خصك تراعي الوالديه وتراعي لي. هو مسكين دابا هو ما عارف والو هنا الا بغيتي تمشي خصك في سبيطار المخزن راه ما كاينش هاد الامراض عندهم صحاب ذوي الاحتياجات الخاصه
شي مكان انهم يمشيو يتعالجوا فيه، راه والو، راه جامي خصك تمشي عند طبيب اختصاصي كتخلص 300 درهم في كل حصه. وكدير حاجه اخرى، كيقولوا دير الشبكه كدير 750 درهم، السكانير كيدير 1500 درهم، لي غيم كيدير 4000 درهم. هاد الناس منين غايجيبوا هاد الدواء؟ باش غادي ديروا هادشي كامل بالنسبه لهاد الدري؟ دابا كوم المحسنين اللي شراو لي دابا ديك الكروسه، هو ما تيمشي ما والو. عرفتي كنهضر معاكم، راه بديت كنقفقف. حبس حبس، زادوا زياده بحكم. ملي زاد طلع لي الطنسيو، جات الطبيبه عندي قالت لي الدري راه كوما، داو القرعه، داو سيدي عثمان، نعس فيها 13 يوم في القرعه، 20 يوم انايا نعس معاه. شويه هي مشيت بقيت نتبع لي عام في سيدي عثمان، ما داروا معايا والو. شويه زيت الكنينيف عاد كيطيح وكتكرز لي بزاف وكتخنق، صافي شت عيط زيت الكنينيف، وهذاك الدواء اللي خطاه غليله كيتخنق، صافي كيعود رجله ويده كامله، صافي كيعوج ليا كامل. ما كاين لا مراكز، ما كاين لا سبيطارات، لا والو. كيتخنق ليا الدري كنهزو المديونه، كيتخنق ليا الدري كندير المديونه. لهنا والو، ما كاين حتى شي حاجه، لا سبيطارات ولا والو صاحبي. وهذا واكل محق اخو، ونضربوا الله يعرف بيه يشوفوا الحالو. بالنسبه للمنطقه ديال الدروه كما كتعرفوا، لا مرافق صحيه، لا مرافق اجتماعيه، اي حاجه خصك ديبلاصا، يا اما البرشيد، يا اما مديونه، يا اما الدار البيضاء. هاد الناس كيف ما تتشوفوا، شوف فهمت، عايشين في دوار مساكن عندهم الضو، حتى الماء محال، واش كاين لا صباغه لا حتى حاجه. الناس مساكن واكلين الدق، كيجيو عندهم هنا المرشحين عا كيشوفوهم اللي كيبغوا ريوسهم يديروا اللي بغاو، وما تيتسوقوا لهم لا شي. الله يحفظ، هنا وقعت العافيه، البومبيه خصها تجيهم من برشيد ولا تجيهم من مديونه. مرات شي واحد بغات تولد شي مراه، ما هز المديونه ولا ديال برشيد. وهاد الناس قوموا بهم، ماشي يدير في جيبك، اللي جا كيدير في جيبه، اللي جا كيدير في جيبه. والله يرحم الوالدين. شوفوا ودوروا، راه الدواور الناس راه تتموت، الناس راه تتموت. وهاد العائله اللي شتي انا دابا، راه حسبي الله ونعم الوكيل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.